بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا عايز أعلمك إزاي تعمل تصميم داخلي لأي شبكة أو أي مؤسسة هتشتغل فيها عن طريق السويتشات. بص يا عمي، دلوقتي لو نتخيل مثلا إن إحنا في جامعة. الجامعة مثلا فيها كلية تجارة، فيها كلية هندسة، فيها كلية علوم، فيها نسيت أنا أكتب هنا كلية إيه، مثلا كلية زراعة، أي حاجة يعني. طيب كل كلية زي ما انتم شايفين رجالة مبنى ضخم، وكل مبنى وكل دور من المبنى الضخم ده هتلاقي فيه كذا معمل، يعني كل دور فيه كذا معمل، وكل معمل فيه شوية أجهزة. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نربطهم ببعض ازاي؟ يعني تخيل كده مثلا معاه مغازي معمل زي ده، هنيجي مثلا دور واحد في كلية الهندسة مثلا، ده معمل موجود جوه الكلية. طب هنعمله ازاي؟ اول حاجة ابدأ بالصغير ثم الاكبر ثم الاكبر ثم الاكبر. يعني انت جيت على المعمل ده هتركب فيه سويتش لير 2 اللي هو العادي، اللي هو ال 2950 اللي احنا عارفينه، ده اللي احنا اخدناه ودرسناه في سي سي ان ايه، وتوصل الجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده، توصلهم كلهم. حلو كده. والمعمل اللي جنبه نفس القصة، والمعمل اللي جنبه نفس القصة نفس القصة نفس القصة. عندك كم معمل في الدور ده يا عم؟ عندي 10. حلو قوي، 10 معامل. يعني كم عم مغازي؟ يعني 10 سويتشات. خلينا نقلل اللعب شوية، مغازي خلينا نقول اربع معامل. اربع معامل يعني مثلا اربع سويتشات، ادي واحد وادي التاني وادي التالت وادي الرابع. طبعا ده في الاجهزه اللي فيه، وده في الاجهزه اللي فيه، وده في الاجهزه اللي فيه، وده في الاجهزه. قال لك في حل حلو، انا ممكن اوصل ده بده بده. جميل، بس انت متخيل معايا ان لو حد هنا بعت برودكاست هتعدي تروح للسويتش ده وتوصل برودكاست للناس اللي هنا، توصل برودكاست للناس اللي هنا، توصل برودكاست للناس اللي هنا. مقلقه اه، صح ولا ايه؟ ده حل حلو، بس احنا عايزين نعمل شكل تنظيمي محترم يقنن البرودكاست ده. قال لك طيب ايه رأيك لو جمعنا السويتشات دي كلها على سويتش ديستريبيوشن، ايه نسميه حتى سويتش توزيع ديستريبيوشن، اه بدل ما السويتش ده يسلم ده يسلم ده يسلم ده، لا ما يبقاش كده بقى، السويتش ده يسلم السويتش اللير 3 ده، هجيب سويتش لير 3 اه، وده يسلم اللير 3، وده يسلم اللير 3، وده يسلم اللير 3. طب اللي فتح المايك يقفله. طيب وبعدين يا هندسه، لما ده يسلم اللير 3 وده يسلم اللير 3 وده وده، ايه العمليه التنظيميه اللي هنا؟ لنفرض ان الاجهزه لكل معمل، في عندك مثلا، في عندنا هنا 2 فيلان، فيلان 10 وفيلان 20، فيلان 10 وفيلان 20، فيلان 10 وفيلان 20، فيلان 10 وفيلان 20. حلو كده. وطبعا هنا عند الراجل المحترم ده، في عندك هنا اكيد في هنا انترفيس لفيلان 10 وعليها اي بي، وانترفيس لفيلان 20 وعليها اي بي، صح كده؟ طيب لو حد في فيلان 10 رجاله بقى برودكاست، هتعدي من السويتش ده صح كده وتطلع على السويتش ده صح، تروح لمين؟ لانترفيس فيلان 10. يوم انترفيس فيلان 10 يبعتها لفيلان 10 هنا، يبعتها لفيلان 10 هنا، يبعتها لفيلان 10 هنا، صح كده. بقت العمليه إلى حد ما أكثر تنظيما،
طب والشكل التاني يا باشمهندس؟ طب مكان حضرتك الشكل القديم قبل ما نرسم ده. طب ما برضه فيلان 10 هنا، لو بعت برودكاست هتعدي هنا تروح لفيلان 10، تعدي هنا تروح لفيلان 10، تعدي هنا تروح لفيلان 10. انا معاك، بس البرودكاست دايما هنا شغل الترانك لينك ما بين السويتشات دي. وتخيل لو في فيلان 20 بيبعت برضه برودكاست، اصبح المسار ده كله شغال لخدمة او البرودكاستات مأثرة على الترافيك اللي ماشي فيه، صح كده؟ طب ما فيلان 10 هنا لو بتبعت برودكاست هتمشي كده وتروح لفيلان 10 بس هنا، فيلان 20 لو بعت البرودكاست هتمشي كده وتروح لفيلان 20 هنا، وتروح لفيلان 20 هنا، وتروح لفيلان 20 هنا. اصبحت العملية نقدر نقول اكثر تنظيما، اكثر تنظيما. طيب كنت عايز اقول لك ايه تاني، كنت عايز اقول لك ايه تاني، معلش يا باشمهندس. هو البرودكاست لما بيتبعت هو بيفضل شغال على اللينك؟ يعني مش بيتبعت مره خلاص؟ لا يعني ولا فرضا عشان انك الداتا رايحه جايه؟ مستمر في ارساله، يعني فرضا انك انت مستمر في ارساله مش هير مثلا حاجه، مش هير شاشه، حاجات من دي بالظبط زي يعني. تشيرة الشاشة اللي انا عاملها تمام. دي، فده برودكاست مستمر اهو، فكده هيفضل يروح. يعني هي الفكرة كلها في ايه؟ ليه وجود السويتش اللير 3؟ السويتش اللير 3 بينظم لي العملية شوية، بيقنن البرودكاست في الشبكة، ما بيخليش فيه ترافيك ولود على السويتشات اللير 2. تمام، ده من ضمن المزايا الكويسة للليير 3 سويتش. طيب خليني اقول لك، يمكن انت مش هتحس الفرق اللي انا بقوله دلوقتي، خليني مثلا امسح ده كده. انا قلت لك لو تخيلنا ان الشبكة بتاعتنا ادي سويتش وادي سويتش، شبكة كبيرة بقى كلها سويتشات، وحصل مثلا رجاله طبعا نقول ايه، نقولها ازاي او اجيبها ازاي، الترافيك العالي او الترافيك لما بيتبعت من سويتش، يعني ايه؟ بص يا سيدي، عشان مثلا يعني تخيلوا معايا مثلا يعني شبكة زي كده، ادي هنا سويتش وادي هنا سويتش وادي هنا سويتش وادي هنا سويتش، والسويتشات دي كلها مربوطة ببعضها. تخيلوا معايا حد بعت برودكاست هنا، بتعدي كده تروح للناس اللي هنا، تعدي كده تروح للناس اللي هنا، تعدي كده تروح للناس اللي هنا. البرودكاست مسيطر على الشبكة بتاعتك. طب الحل يا مغازي عشان اقلل البرودكاست في الشبكة، قال لك الحل انك تجيب راوتر، هات راوتر في النص نوع. وهتقول لي طب ما دول هيبقوا شبكه ودول هيبقوا شبكه، ما ايوه يا عم زي الفل كده جميل مفيش مشكله، بس ليه انا جبت راوتر؟ عشان لما حد يبعت برودكاست هنا ياثر على الحته دي، هيجي البرودكاست ما عند بعديش الراوتر البوست. ما يعديهوش. ايوه ما يعديهوش. طب لو حد هنا بعت برودكاست اخره لغايه هنا ما يعديش. فدي الحكمه ان انا جبت لير 3 سويتش، دي الحكمه ان انا هجيب لير 3 سويتش. ليه يا عم احمد؟ لان مثلا ادي الاربع سويتشات اللي ار2 بتوعنا اهم، لما اجيب انا هنا لير 3 سويتش واربط الناس دي عليها، تمام كده، لو حد هنا بعت برودكاست هتروح معايا، هتروح للناس اللي في نفس الفيلان اللي على نفس السويتش، وفي نفس الوقت هتروح هنا لللاير 3 سويتش. طب اللاير 3 سويتش هيعديها لحد تاني؟ هيعديها،
لنفس الناس اللي للناس اللي في نفس الفيلان فقط، انما الفيلانات التانية مش هتتأثر. يعني مثلا هنقول ان الراجل ده برضو في مثلا هنا سويتش، كمان هنا سويتش، كمان صاحبنا ده المفروض عنده انترفيسز، ادي انترفيس هنا للفيلان، وده انترفيس لفيلان تانية، وده انترفيس لفيلان تالتة. البرودكاست اللي هتتبعت لفيلان هتوصل للناس اللي في نفس الفيلان، مش هتسمع لكل الناس. ماشي كده رجالة؟ فالحكمة من وجود اللير 3 سويتش انه يقنن موضوع البرودكاست. يقنن ايه يا رجالة؟ يقنن موضوع البرودكاست. طب انت احمد، نعم، بس احنا لو عاملين اي بي راوتنج كوماند، اكيد كل الفيلان ده الفيلانز هتشوف بعضها. حلو، لو عملنا عليه كوماند اي بي راوتنج كل الفيلان هتشوف بعضها. حلو، انت عايز تقول ان البرودكاست هتعدي كده؟ يعني مثلا تخيل معايا ان هنا فيلان 10 وهنا فيلان 20، فعلا لو عملت اي بي راوتنج الناس الفيلان 10 شايفه فيلان 20، بس تخيل الراجل بتاع فيلان 10 ده بعت برودكاست وجات للسويتش، هل ده يعديها الفيلان 20؟ ابدا، ده هي جت على انترفيس راوتر، دخلت هنا على الانترفيس بتاع الراوتر بتاع اللير 3 سويتش، فعمرها ما تخرج. باشمهندس، ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. هو مش المفروض اللير 3 سويتش او المالتي لير سويتش بيعمل نفس خصائص الراوتر؟ بالظبط، انا عايز هو انا منه عملت الخاصيه دي دلوقتي يا ابو حميد عشان ان احنا ما نعديش البرودكاست. ما هو فعلا لو انا عملت على الراوتر شو اي بي راوت هيوريني كل النتوركس المرتبطه بالراوتر، وبرده في نفس الوقت مش هيعدي البرودكاست. هو الراوتر مش بيعدي البرودكاست غير في الحالة بتاعت الريب في فيرجن 2 تقريبا، لا ولا حتى في الريب، بس لا لا في الريب هو بيبعت مش فاكر. برودكاست، في الريب بيبعت برودكاست، بيبعت برودكاست بتاعت الراوتنج تيبل بتاعته هو، انما لو في جهاز معين باعت برودكاست عمره ما هيعديه. تمام، تمام، يعني الحكمه ان صاحبنا ده ما بيعديش البرودكاست، وبالتالي فاكر انت الرسمه دي، وقلنا لو في شويه ناس هنا وشويه ناس هنا وشويه ناس هنا وشويه ناس هنا، طيب انا الناس دي لو بعرض برودكاست بتعدي وتيجي للناس دي وتعدي وتيجي للناس دي وتعدي وتيجي للناس دي، طب الحل ان انا كنت اجيب راوتر كده او اجيب لير 3 سويتش، ما هو برضو مش هيعدي البرودكاست من هنا لهنا. فهمتني؟ فهمتني؟ يعني البرودكاست في لما تيجي لفيلان سويتش مش هتعدي، يعني لو مثلا عندي فيلان 10 في اول لينك وفيلان 10 برضه في تاني لينك، مش هتروح لهم؟ لا اروح لهم. طب ايه؟ باشمهندس، هو في الراوتر مش كنا نعمل سب انترفيس؟ في انهي راوتر؟ في الراوتر صح؟ اللي هنا، في الراوتر اللي هنا ده؟ كنا نعمل سب انترفيس مش هنا الفيلان، مظبوط؟ اه وفي اللاير 3 سويتش عملنا فيرتشوال انترفيس، وفي السلير 3 سويتش صح؟ عملنا فيرتشوال انترفيس، صح كده. يعني نفس العمليه ال 255 للبرودكاست راح تكون نفس عمليه الراوتر، ولا بتختلف عنها؟ هي نفس الفكرة. يعني سامر بيقول ايه؟ بيقول يا جماعة انا دلوقتي ادي عم راوتر اهو، وادي اللي سويتش لير 2، وانت عندك ناس في فيلان 10 وعندك ناس تانية في فيلان ايه؟ فيلان 20. المفروض الناس ديت لو حد من هنا بعت برودكاست رجالة هيعدي كده ويروح للراجل ده، هيعدي كده؟ ابدا ابدا. طب لو في حد في فيلان 10 تاني هنا هيعدي يروح له، انما الفكره كلها ان مش هتروح للناس بتوع فيلان، مش هتروح للناس بتوع فيلان 20. المهندس احمد، يعني اللي هو اللير 3 سويتش بيشتغل بالماك مع بتوين الفيلان اللي هي مثلا 10 في سويتش 1 و10 في سويتش 2، بيشتغل بالماك صح؟ بالظبط.
في حاله البرودكاست، اما ولا اما في حاله اللي هو زي الانترفي لان راوتين بيشتغل لير 3، صح كده؟ صح كده. انا هقول لكم على حاجه يا شباب، انا عايز اوضح الفكره يعني برضه عشان نبقى احنا التلابس اللي بيننا وبين بعض. بصوا يا جماعه، فاكرين الرسمه القديمه؟ انا بقول لكم ادي سويتش وادي سويتش وادي سويتش وادي سويتش. هنقول ان فينا في فيلان 10 وناس في فيلان 20، 10 و20، 10 و20، 10 و20. حلو كده؟ طب ده فيلان 10، ده فيلان 10، ده فيلان 10، ده فيلان 10. لو الراجل ده بقى برودكاست يا مغازي، بيعدي هنا ويجي يروح لده ويرجع يعدي هنا ويروح لده ويرجع يعدي هنا ويروح لده. طب مع الديزاين الجديد لو قلنا ده فيلان 10 هيعدي لده، تمام كده، ويروح بس السويتش ده بقى يبعته لمين؟ لكل الناس اللي في فيلان 10 بس. يعني تخيلنا بس ان في حد هنا بس اللي في فيلان 10، هيبعته لده بس، لا يبعته كده ولا يبعته كده. انما في الرسمه القديمه دي، طب افرض ما كانش في فيلان 10 هنا ولا فيلان 10 هنا ولا في ولا بس في فيلان 10 هنا، هيعدي كده ويعدي كده ويعدي كده عشان يوصل لدي. شغال لك الحيز بتاع الباندويتس بتاع اللينك ده واللينك ده واللينك ده. طب ما فيش فيلان 10 هنا، فهمتني انا عايز اقول ايه يا مغازي؟ عدى ما بين السويتشات عشان يوصل لده. طب الراجل ده قال لك لو في فيلان 10 على سويتش واحد بس هيعدي يروح للير 3 سويتش، واللير 3 سويتش يطلعه ليه ده بس، ما يبعتوش للدول ولا لدول، لان ما فيش هنا فيلان 10 ولا في هنا فيلان 10. هي الفكره كلها بيقلل البرودكاست. يا مهندس احمد، في حاله يعني خلينا نقول البرودكاست مش موجود، حته ثانيه كمان قبل ما انسى يا احمد، هنقول مثلا ان في هنا دلوقتي فاير وول راوتر، وفينا او نقول لنا مثلا، استناني بقى، فينا مثلا راوتر هيطلعني على الانترنت، تمام كده. الانترفيس بتاع الراوتر ده عليه سب انترفيسز عشان يطلع الفيلان، متاثر بكل برودكاست الناس بتبعته. طب هنا لا، هجيب راوتر تاني خالص هنا كده خالص، مش هيتاثر بولا برودكاست، حد من فيلان 10 بيبعت برودكاست لفيلان 10، هيروح كده ويجي كده. طب الراوتر ده يتأثر ولا الهوا؟ فاهمني؟ يبقى الحكمه من وضع اللاير 3 سويتش انه يقلل البرودكاست. صحيح هيبقى فيه برودكاست سجال ما بين الناس اللي في الفيلانات، هو هينظم الموضوع ده، بس لو عندي رواتر، لو عندي سيرفرات، اقدر اخليها بعيدا تماما عن البرودكاست زي ما هوريك كمان شويه. يبقى الحكمة من وضع اللير 3 سويتش يا رجالة تقليل البرودكاست في الشبكة بتاعتي. ها سؤالك يا مغازي. طيب احنا لو قلنا خلاص يعني في برينتر مثلا موجودة في فيلان 20 على الاكسس سويتش اللي تحت ده. حلو. وانا بعد مثلا جوب مثلا من فيلان 10. بس. في الحالة دي لازم يحصل انتر فيلان راوتينج بالزبط. من عند اللاير 3 سويتش. بالظبط بالظبط طبعا طبعا. في الحالة دي انا هشوفها، اما لو بعت البرودكاست مش هشوفها، صح؟ يعني هو اصلا امر البرنت اللي انت عملته يا احمد ده يونيكاست مش برودكاست. انت بتقول للطبعة الفلانية الفلاني. انا اقصد ان بير تو بير او يعني فروم 1 تو 1 يعني. تمام. في الحالة دي هيعمل لي لو انا عامل عليه انيبل للاي بي راوتينج وحاطط للفيلانات فيرجوال اللي هو انترفيس فيلان اي بي، في الحالة دي هو يشتغل عادي مفيش مشكلة. بالظبط. انا هوريك اللي انت بتتكلم فيه، بس احنا عايزين نتفق مبدئيا كده، ما الحكمة من وضع اللاير 3 سويتش يا رجالة في الرسمة بتاعتي او في اللاب بتاعي؟ تقليل البرودكاست على كل من اجهزة الشبكة عموما، وبالاخص الراوتر الجيتوي اللي بيطلعني بره، ومجموعه السيرفرات بقى اللي في المؤسسه بتاعتي ما تتاثرش بالبرودكاستات اللي بتتبعت، وفي نفس الوقت ترانك لينك اللي واصل ما بين السويتشات وبعضها ما يبقاش شايل برودكاست كتير. طيب تعالى بقى كده ابو مغازي، احنا بنقول مبدئيا كده في كل لاب احنا عايزين نوصل للديزاين المحترم اللي هنعمله اللي هنعتمد فيه اللاير 3 سويتش بتاعنا في كل لاب. يا عم احمد خد بالك، الديزاين ده بقى خده واشتغل بيه في اي مكان، ده حقيقه عامه على الكل. هيبقى فينا سويتش لير 2 يا احمد؟
ويتوصل بده وبده 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 وبده، والمعمل اللي جنبه نفس الكلام. نرجع بقى نقول ايه، ادي سويتش، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع. حلو يا ابو حميد، جمعت كل مجموعة سويتشات هتوصلها على ديستريبيوشن لاير سويتش، كل مجموعة سويتشات هتوصلها على مجموعة ديستريبيوشن لاير سويتش. ولكن خلونا نقول مثلا يا احمد، مثلا يعني ان المجموعة اللي على الشمال دي والمجموعة اللي على اليمين دول، دول مش اتنين واتنين بقى، خلينا نقول مثلا دول 20 سويتش، ودول كمان برضو 20 سويتش، او خلينا نقول 10 سويتشات و10 سويتشات، اه 10 و10. حلو كده؟ طبعا ال 10 دول هتوصلهم بايه؟ بالديستريبيوشن بتاعهم، وال 10 دول بالديستريبيوشن بتاعهم. المجموعه اللي تحت دي يا احمد اللي واصله على الاجهزه ده ايه؟ بنسمي اللاير اللي تحت دي اللي فيها السويتشات لاير 2 يا احمد، بنسميها اكسس لاير سويتش. سويتشات الاكسس، الاكسس اللي هي بتاكسس على البي سيز، كل بي سي من دول واصل على السويتش، فالسويتشات اللاير 2 بنسميها اكسس، اللي البي سيز بتاكسس عليها يعني. طيب السويتشات كترت كده، عايزين نجمع السويتشات دي، كل مجموعه سويتشات تجمعها على ديستريبيوشن، تمام؟ ويفضل اذا كان سويتش الديستريبيوشن اللي عندك ده بيتسع ل 24 بورت، يفضل انك توصل عليه 12 سويتش بس، يعني 12 سويتش اكسس يتوصلوا على مين؟ على صاحبنا ده، ماشي كده يا احمد؟ و12 هنا، ايه ده يا عم ده بيتسع ل 24، طب ما نوصل مثلا 20 يفضل النص. ليه؟ هقول لك دلوقتي، عشان اعمل مسارات احتياطيه. ليه؟ مش وارد اللينك، مش وارد اللينك ده يقطع، مش وارد اللينك ده يقطع يا احمد، واللينك ده يقطع. طب العمل، فاكرين كنت كلمه بقولها لكم في السي سي ان ايه؟ redundancy is needed، يعني اعمل يا عم مسار احتياطي، خلي ده يوصل بده، وده كمان يوصل بده، وده يوصل بده، وده كمان يوصل بده، مسارات اضافيه. انت مخسره معاك في حاجه يا عم؟ بص، وده كمان بده. بس السبانينج تري مش هيشتغل هنا ولا ايه يا منصف؟ هي طبعا هيشتغل سبانينج تري، لان اللاير 3 سويتش يا مغازي، اللاير 3 سويتش لغايه كده شغال حاجتين، شغال كسويتش، شغال كلاير 2 سويتش رابط مع دول، وفي نفس الوقت جواه الجيت واي بتاعهم، جواه الجيت واي بتاع الفيلنات اللي تحت، ماشي كده يا عم احمد؟ ماشي كده؟ حلو قوي. ونوصل كمان ده اهو، عشان الكابل ده يبقى ترانك كمان ما بين الايه، يبقى يديني مسار زياده. انا يهمني ان السبانينج تري يشتغل بكفاءه. طب وبعدين يا باشمهندس، عندي مثلا قول 10 سويتشات ديستريبيوشن، ماشي كده؟ 10 سويتشات ديستريبيوشن، قال لك ال 10 سويتشات ديستريبيوشن دول جمعهم على سويتش او سويتشين، هنجمعهم يا عم على سويتش اهو، هنوصل ده كده ونوصل ده كده. قال لك السويتش ده بنسميه كور لاير سويتش، سويتشات الكور. وطبعا الكور لاير سويتش ده بقى احنا مغازي شغال راوتر بس، يعني الفتحه دي على اي بي، الفتحه دي على اي بي، الفتحه دي على اي بي، الفتحه دي على اي بي. بس يبقى من مبنى المبنى صح؟ استناني بس، طب هجيبها لك دلوقتي بس اصبر عليا. بس يبقى اذا دلوقتي يا مغازي بنقول ان تحت السويتشات الاكسس لاير سويتش دي، سويتشات لاير 2 شغاله سويتش. طب الديستريبيوشن، هتبص تلاقي الديستريبيوشن رابط سويتشات الاكسس من تحت، ورابط مع سويتشات، مع سويتش الكور من فوق. السويتش اللي في النص بتاع الديستريبيوشن ده بقى شغال على الوينجين، شغال اكسس مع اللي تحت، او شغال لاير 2 سويتش مع اللي تحت، وشغال مع اللي فوق لاير 3 سويتش، او شغال معاهم راوتر، لان فينا اي بي وفينا اي بي وفينا ده بقى كل فتحاته على اي بي، لان اللير الكور سويتش بعد كده بتوصل بالراوتر اللي هيخرجك على النت، والراوتر اللي هيخرجك على النت بتوصل بعد كده بالفاير وول ثم الى الانترنت. يا من يا من احمد، ها قول. الفيلا
الفي لان في الحالات دي اقصى شيء بتوصل له هو هنا اهو. اخرها الجيتوي اللي هنا بس، وبعد كده ما عادش في حاجه اسمها في لانات. ماشي كده ابو مغازي؟ طيب اقول لك على حاجه، خليني افتح لك رسمه اكثر شياكه، اكثر شياكه. الرسمه اللي انا كنت راسمها بس بشكل اشيك شويه. ادي سويتشات الاكسس لير اهي تحت اهي، يا عم احمد دي الاكسس لير، ولا خلينا اجيب لون تاني بس معلش احمر. وادي سويتشات الديستريبيوشن لير سويتش، وادي الكور لير سويتش. يبقى دي الاكسس لير، وادي الديستريبيوشن لير، وادي الكور لير يا احمد. حلو قوي، كلام جميل. طب يا باشمهندس لو حبينا نحط اي بي هات مثلا، يعني مثلا يعني بص يا عم، لو حبيت تحط اي بي هات هنقول مثلا انت عندك كام فيلان هنا يا عم؟ فيلان 10 وفيلان 20، 10 و20، 10 و20، 10 و20. هتيجي على صاحبنا ده هتعمل عليه تقول له في عندك انترفيس فيلان كام يا موازي؟ 10، وتدي له اي بي. وفي برضو انترفيس فيلان 20 وتدي له اي بي، وهنا انترفيس فيلان 10 تدي له اي بي، وانترفيس فيلان 20 وتدي له اي بي. حلو كده. طب وهنا الفتحه دي تاخد اي بيهات عاديه بقى، وليكن 30001 30002 40001 40002، هنا برضو 50001 50002، وهنا بقى الاي بي البابليك. المفروض ان ده مطلعك على الانترنت، ده البابليك اي بي بقى. والمفروض انك كمان برضو بتعمل هنا نات عشان الناس دي تطلع على الانترنت، صح كده يا مغازي؟ طيب واحد مغازي يقول لي بقى، طب ثانيه واحده تامر قبل ما انساها بس، مغازي يقول لي طب هندسه دلوقتي معلش، يعني المفروض ان احنا عندنا سيرفرات المفروض الناس كلها تدخل عليها وتاكسسها، ويب سيرفر وداتابيس سيرفر وسيكوال سيرفر ودينس سيرفر والسيرفرات بتاعتنا عموما، يعني ايا كان بقى عندك مجموعه سيرفرات. قال لك لو عندك سيرفرات توصلها يا اما على الديستريبيوشن يا اما على الكور، ويفضل على الكور. توصلها على الكور طبعا اي بي سويتش، وتحط مجموعه الايه السيرفرات بتاعتك. حتى بنسمي الحته دي بنسميها سيرفر فارم، حظيره السيرفرات. طبعا هنا بتبقى موصل مثلا قبلهم برضو فاير وول كده عشان يحميهم، يعني لهم كده فاير وول لوحدهم كده، وانت برضو في نفس الوقت ممكن يبقى عندك فاير وول قبل ما تدخل مع الانترنت، بعد كده الراوتر. طب يا باشمهندس، ها ما هو البرودكاست كده مش هي، يعني لو في حد لو مثلا في دي اتش سي بي سيرفر، ما هو ده برودكاست، فممكن ما يعديش الكور. دي اتش سي بي سيرفر فين؟ يعني مش دي مثلا المفروض انها منطقه سيرفرات؟ ممكن احط فيها دي اتش سي بي سيرفر؟ طب ما هو لو مثلا في جهاز عايز اي بي هيبعت برودكاست عشان الله عليك الله عليك. انت سؤال عفيفي صح؟ شكلك فاهم يا نصه حبيبي. بيقول لي ايه؟ طب افرض الناس السيرفر بيكون استاتيك ما بيكون لا 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 عفيفي عفيفي بيتكلم صح يا سامر. بيقول لي ايه؟ افرض انا هنا في اي بي، الراجل ده عايز يسحب اي بي بالدي اتش سي بي، يبقى كده على حسب الكلام اللي انا بحكي معاك فيه عفيفي لابد انك في فيلان 10 تحط سيرفر، صح كده؟ يرمي اي بي هات للناس بتوع فيلان 10 بس. طب ايه رايك بقى عفيفي بقى منتهى الابداع اللي هعمله لك؟ انا هعمل لك هنا سيرفر في منطقه السيرفر فارم دي، سيرفر يوزع اي بي هات للناس بتوع فيلان 10، ويوزع للناس بتوع فيلان 20، ولو في عندك 30 و40 وهو في مكانه اهو. هتقولي طب ازاي البرودكاست اتعدي؟ اعديها لك انا، اعديها لك.
ممكن في دي اتش سي بي ايجنت يا مهندس. لا هي حاجه اسمها دي اتش سي بي هيلبر ادرس، اللي هو زي الايجنت. انا كنت اديته لكم في السي سي ان اي ولا ما اديتوش لكم؟ لا بس على لا مش عليكم، لا لا مش عليكم، مش عليكم في السي سي ان اي. لا ما خدناهوش يا مهندس. لا لا صح صح، ما هو مش عليكم فعلا. اللهم صل على سيدنا، مش عليكم في السي سي ان اي. انتوا كله اللي كان عليكم في السي ان اي ازاي تعمل دي اتش سي بي سيرفر على الراوتر. ده من على الراوتر بيساعدك ان انت تريليز اي بي. تمام كده مميز. طيب انا في مايكروسوفت، انا دلوقتي عايز اعمل لاب، عايز اعمل اصمم اللاب ده. طبعا تعالى بقى نرجع الشكل التاني بقى مغازي اللي هو ده. ايه الدنيا انا عايز اسالك يا باشا على حاجه. اتفضل يا غالي. انترفيس، الانترفيس فيلان ده انترفيس وهمي ولا بيبقى انترفيس؟ انترفيس وهمي يا تامر. انت حضرت حصه اللي فاتت؟ لا ما حضرتهاش. انترفيس وهمي. ما انا عشان كده لازم يا جماعه حصص السويتشنج الاولانيه مترتبه على بعضها بالذات لير 3. فالله يكرمك الحصه اللي فوتك يا تموره تذاكرها على طول. طيب ماشي يا باشا. بالنسبه للاي بي هيلبر ده يا باشا، في سؤال على لا لا ده. ايوه بس انا لسه ما اتكلمتش عنه ده. لو هنتكلم عنه بعدين يعني. لو اعمله لك عملي كمان، هنعمل الديزاين ده دلوقتي كله يعني. بص يا باشا، ادي كليه التجاره طبعا. طب واحد يقول لي طب بالنسبه لمغازي انا الجامعه دي اركب فيها ايه؟ كليه تجاره وكليه هندسه بص انت اخرك هنا في كل كليه سويتشات الاكسس وسويتش ديستريبيوشن او سويتشين ديستريبيوشن او ثلاث سويتشات ديستريبيوشن الناس تتجمع عليهم. الطبيعي زي ما انا كنت يعني في كليه هندسه وشفت يعني ال 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 الشبكه اللي شفتها هناك يعني بالنسبه لمبنى كبير زي ده سويتشات اكسس كلها متجمعه على سويتش ديستريبيوشن واحد. ولكن خلينا نقول 3 4 مفيش مشكله. افرض مبنى كبير 5 20 مفيش مشكله بالنسبه لنا، تمام كده. بس خلينا انا مش عايز اكلكع الدنيا لان ممكن يبقى في كور في نفس المبنى، ولكن خليني ابسط الدنيا اكتر. انا يمكن اطلعت على الشبكه بتاعه جامعه المنصوره، فخليني اوريكم الديزاين بتاعها عامل ازاي. الناس هناك عاملين في كل مجموعة سويتشات اكسس في كل دور، هو في كل دور حاطط سويتش اكسس واحد بس، وحاطط جوه الاوض هبط عادية. بس خلينا نقول الدنيا كلها اكسس، سويتشات اكسس لير، سويتشات سيسكو كلها، وكل سويتشات الاكسس دي هتتوصل على سويتش واحد ديستريبيوشن في كلية الهندسة كاملة، سويتش واحد. وهنا نفس الكلام، مثلا كلية الزراعة سويتشات اكسس كلها وهتتوصل على سويتش ديستريبيوشن واحد. وهنا نفس الكلام، سويتشات اكسس يا عم مغازي وهتتوصل على سويتش ديستريبيوشن واحد. وهنا سويتشات اكسس وهتتوصل على ديستريبيوشن واحد او اتنين ديستريبيوشن، مش هيفرق معايا. خلينا نزود برضو الدنيا، خلينا نقول اتنين ديستريبيوشن يا عم، ويبقى التوصيل عامل كده. وادي ديستريبيوشن تاني هنا اهو، والتوصيل عامل كده، وادي كمان ديستريبيوشن والتوصيل عامل كده، وادي كمان ديستريبيوشن والتوصيل عامل كده. حلو قوي. طب وبعدين الكور فين؟ في هناك اسم مركز خدمه المعلومات تقريبا، حاجه زي هناك كده يعني، اللي فيه بقى الكور نتورك بتاع اللي فيه السيرفرات والداتا سنتر بتاعت الجامعه كلها يعني. اللي مقابل الصيدله. الايه؟ اللي هو التربيه والصيدله. لا انت جامعه المنصوره يا ابو حميد؟ ايوه 2004 يا ابني. ان شاء الله ان شاء الله يا موازي. طيب كليه ايه؟ انا كلية هندسة الكترونية. طب تمام زي حالاتي يعني. نفس انت اتصالات باين. اتصالات بس 2005. طيب انا خريج ما شاء الله. طيب يا جماعة ال يوم مغازي يعمل ايه ال 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 المبنى ده؟ وفي حبيبي البشمهندس محمد عبد المجيد هو اللي مسؤول على الشبكه يعني. ف هنا بقى مجموعه سويتشات الكور يا احمد.
كور سويتش هنا. بتيجي الكابلات دي ممكن طبعا هو كابل فايبر واحد معدي من هنا، هو كابل فايبر فعلا، كابل فايبر او كابلين، بس خلينا نقول هو كابل فايبر. طب الديستريبيوشن التاني يتعمل ازاي؟ يبقى يتربط كده بقى على ده طالما هو كابل واحد بس اللي معدي. طب افرض كابلين، يا سلام تبقى الدنيا كده جميله، والديستريبيوشن ده كمان يتربط بده عشان نعمل سبانينج تري، يبقى فيه اكتر من مسار. طب وده يا سلام لو عمل كده، يا تبقى حاجه ابداع، كابلين فايبر لكل مؤسسه او لكل مبنى. طب هنا الروت السويتش الكور سويتش هنا خلص، البورتات اللي عليه خلصت، يا عم نجيب كور تاني، انت زعلان ليه؟ ونجمع دول عليه، ونجمع دول عليه، والكور يتوصل ببعضه. اصل الكور سويتش ده عباره عن راوتر يا حاج، عباره عن راوتر، والكور ده بعد كده بيوصل بالراوتر اللي يدخلك على الانترنت، ومن ثم الفاير وول عشان تطلع على الانترنت. ماشي الكلام يا رجاله؟ وممكن في نفس الوقت الفاير وول راوتر ده يبقى هو راوتر وفاير وول في نفس الوقت، مفيش مشكله يعني. فالفاير وول دايما بنحطه، يعني ممكن تحط الراوتر اللي هيجيب لك الانترنت قبله، وبعد كده الفاير وول، وبعد كده الشبكه، على اساس ان يبقى حمايه للشبكه الداخليه بتاعتك. بس طبعا كده ده معرض للاختراق. يا اما تجيب بقى تبقى الفاير وول بتاعك مباشره، يبقى هو قابل على انه يتصل بالانترنت مباشره، اي ترافيك جاي يخش الفحص قبل ما يعدي على الشبكه بتاعتك اللي جوه. السيرفر فارم فين يا مغازي؟ السيرفر فارم مجموعه السيرفرات بتاعت الجامعه هنا اهو، الاتش تي بي سيرفر، الداتابيز، كل حاجه، او الاوركل داتا بتاعتهم، كل حاجه موجوده هنا. ودي مربوطه فين؟ تكون مع الكور. ما بالظبط، مربوطه على الكور. طب يعني داخله في فيلانات؟ لا ملهاش دعوه، دي ملهاش دعوه بحوار الفيلانات ديت. ليه؟ يعني عشان دول كلهم في الغالب بيبقوا في فيلان واحده بس. وانا يهمني ان الناس دي تقدر تتعامل معاهم. مجرد ما طبعا حوار الفيلانات او التفرقه العنصريه بتاعت الفيلانات، فيلان واحد واثنين وثلاثه، طول ما انت في الاكسس، اول ما بتعدي من الديستريبيوشن انت حر. خلاص ما عادش في حاجه اسمها فيلان ممكن تنطبق عليك، ترافيك معدي من اي بي لاي بي. تمام. طيب عايزين بقى نعمل ديزاين. يعني انا يهمني حتى دلوقتي يا عم احمد ابو مغازي ان انا اعمل رسمه لذيذه كده وظريفه، واحط عليها الاي بيهات، وان شاء الله يا سيدي اعمل لها كونفيجريشن، اعمل كونفيجريشن اي بيهات المره الجايه، ونبدا. خدوا بالكم الرسمه دي هستعين بيها، هعمل عليها حاجات كتير قوي، كل مره تلاقيني بعمل حاجه، كل مره تلاقيني بعمل حاجه. فخليني لغايه دلوقتي الباكت تريسر يقدر يفيدني في حاجه زي كده، في الديزاين ده الباكت تريسر هيبقى جميل جدا في حاجه زي كده. فنعمل مثلا يا احمد نجيب الباكت تريسر، ده مش باكت تريسر خالص اهو، هنقول ابو مغازي مثلا ان انا عندي مجموعه سويتشات لير 2، ادي 1 2 سويتشات الاكسس لير اهي، 3 4 ماشي يا عم خالد. هنجمع كل اتنين مثلا على سويتش لير، شفتوا بقى ال ديستريبيوشن اهو، شفتوا حتى مكتوب عليها يا احمد يا مغازي الرقم بتاعه 3560. خدوا بالكم من الارقام قوي، خدوا بالكم من الارقام. اللاير 2 سويتش في عندك سويتشين محترمين ومعروفين، 2950 ارقامهم يا احمد عشان تبقى عارفهم، و2960، وفي برضه واحد محترم برضه رابع انا معايا واحد منه هنا 2970. دول سويتشات اللير 2. سويتشات اللير 3 سويتش ارقامهم بيبدا من 3550، 3560، وال 3560 ده اكثر احتراما. يعني بص يدي ده بالجزمه، هو انا عندي حاليا واحد من ده ومعايا اتنين من ده ان شاء الله، والاحسن منهم هم الثلاثه
ال 3750. 3750 ده خمسة. ها 3750 ده برنس برنس اللير 3. عندي واحد هنا، انا عندي معايا واحد. طيب كلام جميل. وال 3560 برضه محترم يعني، يعني ما ننكرش احترامه يعني. تمام، يعني انا كنت حاولت ان انا اجيب ال 3750 كده قبل ما نبدا الكورس، بس ما لقيتوش صراحه، فجبت 3560، جبت اتنين حتى اجيبهم كمان باور اوفر ايثرنت، عشان لو هنشتغل فويس ولا حاجه يدوا باور للتليفونات. طيب عرفتوا الارقام؟ الارقام دي مهمه جدا، عشان لما تيجي تصمم ولا حاجه يقول لك والله طب احنا الشبكه بتاعتنا محتاجين 2 لير 2 2 لير 3، ان تبقى انت عارف. يقول لك طب نجيب ارقام يا باشمهندس، تقول له هات ارقام كذا 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 كذا. طيب نكمل يا عم احمد. طبعا السويتش ده لير 3، حتى شوف منظره عامل ازاي. لير 3 3550 3560، وادي كمان واحد لسه. معلش يا باشمهندس، ممكن سؤال بس؟ اتفضل. هما بيفرقوا عن بعض في ايه؟ يعني حاجه كبيره جدا ولا يعني بيفرقوا عن بعض؟ ان ده بيعرف يعمل راوتنج، ده ما بيعرفش. ده اول فرق، ده اول فرق، لسه في فروقات تانية هتاخدها في الكورس ده. انا اقصد عن السويتشات من نفس الجنس، يعني سويتشات لير 2 مثلا بتفرق عن بعضها في ايه؟ سويتشات لير 3 نفسها بتفرق عن بعضها في ايه؟ فهمتك. انا اقول لك، بتفرق في شويه امكانيات. يعني ممكن تلاقي ممكن مثلا يعني بتلاقي في كوماند موجود في ده وكوماند مش موجود في ده. زي مثلا ايه؟ سويتش ال 2950 ده بيسبورت انكابسوليشن دوت 1 كيو بس. طب ال 2970 بيسبورت الاي اس ال والدوت 1 كيو. ال 3550 اللي هو ده اهو، انا معايا واحد منه، حتى اللي بتسمعوا صوته لما باجي اشغله كده بعمل زي الكراكه اهو. ال 3550 ده لما بيجي يعمل راوتنج هو لير 3 اخره يشتغل بالرب بس يا رجاله. ال 3560 لما بتعمل له راوتنج بيشتغل رب، يشتغل اوس بي اف، ويشتغل اي اي جي ار بي. فاهمني؟ ال 3550 ما بيعرفش يعمل الكونفجريشن بتاعت البرايفت فيلان، ال 3560 بيعرف يعملها. يعني شايف شايف الفروقات الجوهريه دي؟ في بعض خصائص الكونفجريشن. زي مثلا مايكروسوفت ما نزلت قالت لك ويندوز اكس بي، وبعد كده ويندوز اكس بي سيرفيس باك 1 ثم سيرفيس باك 2 ثم سيرفيس باك 3. ايه الفرق؟ يعني استابيليتي اعلى وامكانيات افضل. ماشي يا احمد؟ طبعا كل ما بتجيب الرقم بتاع الفئه دي عالي كل ما بيبقى افضل لك، يعني هتلاقيه في كل حاجه. تمام. يعني شركه تي بي لينك اول ما نزلت اكسس بوينت كانت فرحانه بيه جدا، منزلاه وحبورت، يا سلام كان متعه. وبعد كده قالت لك بقى خلاص بقى احنا يعني نزلناه باربعه بورت. يا ايه الابداع ده؟ خد يا عم منزلناه كمان باتنين انتن عشان يدي مساحات اكبر. فاهمني؟ كل رقم او كل اصدار بينزلوه بيدوله رقم زياده. ان 750 ان 790 ان فاهمني؟ نفس الفكره. فطبعا لما يبقى في حاجات ناقصه في ده، هو طبعا لو 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 الدنيا تمام يعني، وهي بس الدنيا ماشي ستاندرد، يعني ان هم هينزلوا سويتش واحد في كل حاجه. يعني عندكم في السعوديه مغازي دلوقتي، يعني عندكم في السعوديه احنا بنتكلم عن ده لير 3 وحاجه محترمه. في السعوديه دلوقتي يا جماعه لما بيجوا حتى يعملوا سويتشات اللير 2، انتوا متخيلين معايا؟ يعني مش كنموذج للسعوديه، اي مكان كويس عايز يصرف على المكان المبنى اللي فيه بيقوم رايح جاب السويتشات دي 3750. خرب عقله لير 3 بس ما بيشغلهاش لير 3، بيشغلها كلير 2 بس. ده هو فيه امكانيه انه يشتغل لير 3 بس على حسب الديزاين لازم يشتغل لير 2، ويجيب مثلا هنا مثلا 3900 حاجه اعلى بقى، يعني ده اللي هيشتغل لير 3. طبعا كل ما بتزيد في الرقم يا احمد بتبقى البورتات بتاعته الباندويتش بتاعها عالي.
تبقى بورتات وبندوتسها عالي. ها بيديك سيرفيسز وطبعا خدمات اكتر كده، تولز اكتر معاك. طيب ده بالنسبه للسؤال بتاع اخونا عفيفي. نرجع تاني للديزاين بتاعنا رجاله. طب احنا عايزين نلم الليله دي كده، عايزين نجيب كور سويتش اهو يا عم. كور سويتش هيبقى هنا اهو، والكور سويتش ده يا سيدي هنربطه براوتر اهو. ده الراوتر ده هيطلعنا على الانترنت، و تيجوا مثلا يعني ممكن نجيب سيرفر هنا كده، قال يعني ده الانترنت يعني، ويبقى ده سيرفر كده يعني. تيجوا نوصل بقى، وعايزين بقى عايزين يا رب كده مثلا يا احمد على كل سويتش مثلا، بدل ما نقول مثلا طبعا كل سويتش ممكن يبقى عليه 3 4 5 10 فيلانات ولا حاجه، ولكن تعالى كده على كل سويتش نحط 2 فيلان بس، وكل فيلان نحط على جهاز، يبقى دي جهاز واتنين. مش كده يا عم احمد؟ كنترول سي كنترول في اهو، كنترول في تاني، كنترول في تالت. حلو قوي كده، حلو قوي. تعالى برضو عشان يبقى العملية تنظيمية شوية، هيبقى بورت واحد بورت اتنين. خلينا نجيب الكنترول، كنترول ممكن سؤال يا هندسة بعد إذنك؟ اتفضل. مين؟ إسلام؟ إيه يا باشا؟ اتفضل يا حبيبي. إحنا عملنا على الـ distribution switch interface VLAN. لما كان عندنا اتنين distribution switch والـ access switch، والـ access switch واصلين على الاتنين distribution switch. فعملنا هنا على distribution switch الأولاني interface VLAN 10 و20، ورحنا هناك عملنا interface VLAN 10 و20. صح الكلام، صح الكلام. المفترض هستخدمه عشان اعمل الراوتنج الانترفيس دوت، هيبقى الجيت واي بتاع الايه. سؤالك جميل، انا اصلا متاكد انك هتسال السؤال ده من ساعه ما بدات تتكلم، هجاوب لك عليه بالتفصيل الممل الممل الممل، وهناخد فيه حصتين ولا حاجه، حصتين ولا حاجه. لان اللاب ده انا بس بعمل اللاب النهارده، يعني النهارده انا هعمل اللاب هنوصله، المره الجايه نبدا نعمل كونفيجريشن، بعد كده نبدا نعمل عليه شغل تاني اعلى. ماشي كده يا عم اسلام؟ لا سؤالك جميل بصراحه. هوضح لك ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للرجاله دي. تعالى بقى نقول مثلا، تعالوا نعمل مثلا رجاله حاجه الفيلان 10. حاجة كده الفيلان 20 مثلا، بص يا عم. ده مثلا فيلان 10، وادي يا عم فيلان 20. تمام كده. تعالى برضو نكتب يا اسلام هنا، نقول له ده مثلا فيلان 10. ويفضل بقى لو انت يعني واد مخضرم، يفضل تستخدم اي بي هات. الاي بي هات برضو ترمز الى نفس رقم الفيلان، وليكن مثلا 10.1.10.4، وهنا 10.1 برضو فيلان 10. ممكن ناخد احنا دي كده كوبي، عشرة دوت وان دوت 10.5 وسلاش 24 يا اسلام، سلاش 24.
10 دوت 1 دوت 10 دوت 6 سلاش 24 و10 دوت 1 دوت 7 سلاش 24 ونعمل برضو فيلان 20. الراجل ده مثلا بيبقى فيلان 20 والاي بي بتاعه كام يا اسلام؟ مثلا 10.1.20.4 سلاش 24 وده مثلا يبقى 10.1.20.5 وده 10.1.20.6 10.1.20.7 كلام جميل حلو أوي. المفروض لما نيجي نوصل هيبقى التوصيل كالتالي بقى بين السويتشات. طب سويتش اللاير 2 لما بيجي يتوصل باللاير 3 ستريت ولا كروس يا رجاله؟ ستريت. لا هو الصح انه يبقى كروس يعني لانه سويتش بسويتش، ولكن اللاير 3 سويتش ما بتفرقش معاه، توصله ستريت توصله كروس شغال. يعني انا لو هو المفروض كروس، ولكن خليني اعمله ستريت. يعني مثلا نوصل مثلا فتحه 3 ب 3 اللي فتح المايك يا رجاله، اللي فتح المايك مثلا 4 ب 4 5 ب 5 نقول برضو هنا 6 ب 6. لاحظ ان انا مره استخدمت ستريت ومره استخدمت كروس، مش فارقه معاه، ولكن خليني اجيبهم كلهم مش نفس الشكل عشان انا اتلخبطش. 6 ب 6 و 7 7 8 ب 8. انا قصد طبعا ان الفتحات كلها تبقى ايه 8 هنا ب 8 هنا عشان تبقى العملية اسهل بالنسبة لنا يعني. ونقول 9 ب 9 و10 10 حلو قوي. وتعالى نوصل الراجل ده طبعا الرجاله دي هتوصل برضه بالراجل اللي فوق ده. طب الرجاله دي مش توصل ببعضها ولا ايه؟ ايوه يا عم يوصلوا ببعض. 1 ب 1 تعالى نوصل مثلا 2 ب 2 مثلا. هنا احنا جبنا كابل كروس، خلينا نجيب ستريت. 4 ب 4 و خلاص بقى مثلا ده براوتر مثلا 1.0/0 و يسار 0/1 كده. ايه رأيك كده يا عم غازي في هذا الإبداع؟ كده الدنيا مية مية، كده احنا كده فلة، احنا كده فلة. هنرجع نعمل نفس اللاب تاني في مرة تانية على الجي ان اس 3. عايزين دلوقتي طبعا ده الانترنت، بس انا محتاج ان انا اديله لون كده مختلف شوية عشان يعني مبين ده الانترنت يعني. ليكن تعالى نجيب اللون ده اهو، وتعالى نخليها كده
ماشي كده. والاي بي اللي هنا رجاله المفروض ان هو اي بي بابليك. خلينا نعمله كده صح. ايوه المفروض الاي بي اللي هنا بابليك وليكن هيبقى 41 دوت 41 دوت 41 دوت 41 سلاش 24. والاي بي اللي هنا وليكن 41 دوت 41 دوت 41 دوت 42 سلاش 24. ماشي كده مغازي. محتاج ان انا دلوقتي يا احمد ان انا احط الايبيهات بحقه حقيقي هنا على الناس دي. محتاج كمان ان انا احط ايبيهات هنا زي ما اسلام كنا بنتكلم انا واسلام دلوقتي. اسلام كان بيستفسر عنها. المفروض هيبقى فيه هنا انترفيس فيلان 10 صح كده. انترفيس فيلان 10 والاي بي بتاعها يا احمد 10.1.10.2/24. وفي برضه هنا هيبقى برضه في هنا انترفيس فيلان 10 والاي بي بتاعها 10.1.10.3/24. هرد عليك يا اسلام دلوقتي حالا في اللي انت بتتكلم فيه وبعد كده هبقى اوسع النقاش بتاعنا. بس خلوني برضه عشان يبقى تبقى الدنيا جميلة. تكلم انترفيس فيلان 10 بره كده ونديله لون اصفر. بس نعمل برضو انترفيس فيلان 20 او خلينا ادي اللون الاول. ايوه وخليني برضو ادي اللون اللبني اهو. ونقول له في هنا برضو انترفيس فيلان 20 والاي بي بتاعها هيبقى 10.1.20.2/24. وهنا انترفيس فيلان 20 والاي بي بتاعها 10.1.20.3/24. عشان ارد على اخويا اسلام. اسلام بيقول لي بقى يا باشمهندس جهاز زي 10 اللي هو الجهاز ده هو اللي انا بشاور عليه ده اللي هو فيلان 10 اللي هو 10.1.10.6 الجيت واي بتاعه ايه؟ والله براحتك يا عم اسلام. لو خليت الجيت واي بتاعه 10.10.10.3 هيمشي كده يا سلومه. طب واحد يقول لي طب يا باشمهندس افرض خليت الجيت واي بتاعه 10.1.10. ايه ده 10 10 دي غلط. 10.1.10 صح كده. لو خليت الجيت واي بتاعه 10.1.10.2 هيمشي ازاي يا اسلام؟ كده 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 لغايه ما نوصل للجيت واي ده ويمشي كده. انت عندك اتنين جيت واي تشتغل على ده ماشي، تشتغل على ده ماشي. فاهمني؟ يعني فرضا ان هو كان شغال اسلام على ايه السويتش ده الجيت واي بتاعه ده. طب ده وقع هقوم داخل على الراوتر ده او على الجهاز ده مغير الجيت واي بتاعه من 10.1.10.3 ل 10.1.10.2 عشان انطلق من اليمة التانية دي واطلع كده ماشي. هيقول لي طب استنى يا باشمهندس انت بتقول لي هيطلع كده اذا كان الفتحة دي بلوكينج. يبقى يطلع كده يا عم اسلام. يعني لو الجيت واي بتاعه 10.1.10.3 الفتحة دي بلوكينج هتلاقيه يطلع كده 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 كده. وهنتكلم قدام شويه في موضوع الفتحات البلوكينج دي. طب انا مش عايز دي تبقى بلوكينج، انا عايز البلوكينج يبقى هنا بين السويتشين. هنتكلم فيها ونظبطها باذن الله مع بعض. طب لسه في مهندس معلش هو الديستريبيوشن مش بيبقى ريدندنسي لبعض ولا هم محطوطين اتنين ليه؟ بيبقوا ريدندنسي لبعض وهتكلم برضو في الموضوع ده قدام. انا بنعمل البدايه معلش معلش قول بس انا مش هديك معلومه مش في وقتها. بقول احنا بتقول يا باشمهندس مش هديك معلومه مش في وقتها عشان ما تتلخبطش. لا ده انا بس اسال بس عن نقطه، يعني
حضرتك بتقول لو السويتش ده وقع بخش على الجهاز اغير النتوي، يعني ده بيبقى ستاتيك ولا هو بيتغير اوتوماتيك لوحده بعد كده؟ هقول لك برضه، بس خلينا دلوقتي نقول انا دلوقتي مش عامل دي اتش تي بي سيرفر، لغايه دلوقتي احنا بنحطه بايدينا. ماشي يا باشمهندس. هو انت احمد؟ اتفضل يا ابو مغازي. ديت هتبقى اعتقد في بروتوكولات الريدندنس اللي هي الهوت راوتنج. ايوه بروتوكولات الريدندنس اللي هي الاتش اس ار بي والفي ار ار بي والجي ال بي بي. لا الاي بي ده ولا ده، نحط واحد تاني جديد. الله عليك، ما انت خدتها صح في السي سي ان ايه. ايوه صح كده. طيب هي هنا في السويتش. بالظبط، انت تاخدها بالتفصيل هنا. خلاص كده يا رجاله، لغايه كده جميل. احنا دلوقتي لغايه دلوقتي يا مغازي برضو عشان ما نتلخبطش، احنا بنحط الايبات ستاتيك بايدينا، ولغايه دلوقتي كل جهاز من دول انا والله عايز اطلع على الجيت واي ده، خلاص حط الجيت واي ده عندك، تطلع كده، تطلع عن طريق ده. طب انا عايز اطلع عن طريق الجيت واي ده، خلاص حط الجيت واي ده هو اللي عندك اللي هو 10 1 10 2، او اذا كنت في فيلان 20 10 1 20 2 هو ده اللي يطلعك. حلو الكلام، كلام موزون وزي الفل. طيب واتفقنا ان الكابل الواصل ما بين السويتشين دول. طب واحد يقول لي طب يا باشمهندس، طب ما انا كان ممكن اكتب هنا اي بي على الفتحه دي اي بي وعلى الفتحه دي اي بي، يبقى كده كده ان الراوتر متوصل براوتر، حقك وصح، ولكن عشان نزود ان يبقى فيه اكتر من مسار، عشان السبانينج تري يشتغل، عشان يبقى فيه ريدندنسي، يفضل ان الكابل اللي واصل هنا بين هنا وهنا، سيسكو بتقول يفضل ان الكابل ده يبقى ايه؟ يبقى كابل ترانك عادي واصل ما بين سويتشين لير 2، عشان يدي امكانيه ان يبقى في اكتر من مسار. ماشي. طيب عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نحط الايبيهات على انا هكتفي بس في النهارده ان انا احط الايبيهات على الاجهزه، ونعمل الكابلات ترانكات، ونكمل ان شاء الله موضوع الراوتنج والشغل لير 3 سويتشنج المره الجايه باذن الله اذا ربنا اراد. سريعا كده مع بعض، الاي بي ادرس هنا 10.1.10.4، والماسك الجيت واي هطلعه بقى تامر، انا هطلع المجموعه. طب حاضر، المجموعه اللي على الشمال ده ايه؟ هطلعها على الجيت واي اللي هنا ده، والمجموعه اللي على اليمين دي هطلعها تقسيم عادل، يعني مفيش مشكله، اللي يطلعوا الاقرب ليهم يعني. وده الجيت واي بتاعه يبقى 10.1.10.4 .2. نكمل بقيت فيلان 10 اهو. احنا ممكن ناخد الكوماند اللي هنا ده كده، او الاي بي ده ناخده كنترول سي، ونيجي هنا كنترول في، بس انت 5 الجيت واي بتاعك او الدي ان اس السبنت ماسك بتاعك كده، والجيت واي بتاعك هيبقى 10.1.10.2. خلاص، ونيجي برضو على الراجل ده، انت الاي بي بتاعك اهو 10.1.10.6، والجيت واي بتاعك 10.11.3. اما انت برضه راجل طيب هتبقى كده 10.11.7، وجيت وي 10.11.3. نعمل نفس الكلام بقى بالنسبة لفيلان 20، 10.1.20.4، ناخده كده كمان كوبي معايا، والجيت واي بتاعه 10.1.20.2، ونيجي على الراجل ده برضو 5 10.1.20.2، ونيجي برضو على الراجل ده 6. ايه يا حاج؟
عشر، 21، 2، 3، المرة دي هنا 3، والراجل اللي هنا ده برضه يبقى الجيت واي بتاعه، ايوه 7، 10، 1، 10، 1، دي 10، 1، حاضر حاضر، دي 10، 1. ده واضح ان انا كتبت 10، 10، كاتبه غلط اصلا يعني، 10، 1، 10، 1، 20، 3. الرجالة، الرجالة مش مركزة معايا ولا ايه؟ سايبين اغلط كده، كانش العشم يا رجالة. 10، 1، 20. ما هو باشمهندس، ما انت كاتب اخر جهاز 20/7، فين ده؟ عشرة الجهاز اللي على واحد اليمين. 10، 1، 10، 7، 10، 1، 20/7، أيوة. يا 20 فيلان. كل فيلان أنت مش ورقمه مركز، أنت مظبوط. مش هنا خالص يا تامر، أنت مش عارف أنا غلطت في إيه. الغلطة اللي أنا لا غلطتها يا تامر انا إيه؟ فاهم، 10، انا بص يا فاهم. دي 10، 1، 20، أنا كتبت 10، 10، 20، المفروض 10، 1، باشمهندس، والجيت واي بتاعه برضه 10، 1. طب بتاخدها كوبي وبيست؟ احنا مش واخدين بالنا. معلش، وده برضو 10، 1، 10، 1، وده برضو العب، تمام تمام كده كده ظبطتها. هخلي بس البورتات ترانكات، والمفروض ان في هنا اي بيات برضو هتعمل، يعني انت مثلا استخدمت، مثلا استخدم هنا مثلا الشبكة 50.0.0.1 سلاش 24، ويبقى قباله هنا برضو 50.0.0.2 سلاش 24. ممكن نقول له هنا برضو 60، وهنا 60/24، 60.0.0.2/24. نقول له مثلا هنا بقى 70، هنا 70 برضو. 100. الاي بيهات بس، ونخلي الدنيا ترانكات. يعني انا شايف ان بدل ما اقف على ده اخلي ده ترانك وده ترانك وده ترانك، ما انا ممكن اقف هنا واقول ده انترفيس كام، ده راجل طيب. ما بيظهرش بريفرنس، شو هو هنا، ماوس از اوفر، ماشي. ده بورت كام يا عمي؟ فاست 0 سلاش 10، وده تمانية، وده 6. طب ده كام؟ 1، 4، 6، 8، 10. احفظ يا مغازي، 1، 4، 6، 8، 10. فاجي على الراجل المحترم ده واقول له كونفتي، واقول له انترفيس رينج فاست 0/1، مسافة فاصلة، فاست 0/4، مسافة فاصلة، فاست 0/6، مسافة فاصلة، فاست 0/8. كده كام؟ 1، 2، 3، 4، 5، لسه في واحد اللي هو العشرة. 10. فاست 0/10 وقف عليهم اهو. قول له سويتش بورت مود
بدل ما تقول له سويتش بورت قول له سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو، نعرب بس دي شويه دوت 1 كيو وسويتش بورت مود ترانك. تمام كده تمام. طبعا كل البورتات اللي قباله هتقلب ترانك. واجي برضو على الراجل المحترم اللي على اليمين ده واقول له يا عم ثانيه واحده، ده ايه بقى واحد؟ طب ده ايه الواحد؟ خلاص مش مهم لان كده كده اللي قباله ترانك خلاص. اه عندك حق، تسعه. طب تعالى نجيب من هنا كده، تلاته خمسة سبعة تسعة، تلاتة خمسة سبعة تسعة. طبعا لما تيجي تكتب ترانك هي ريجكت حاجه زي كده، لازم تقول له سويتش بورت ترانك انكابسوليشن، نوع الانكابسوليشن بتاعك دوت 1 كيو، وتقول له سويتش بورت مود ترانك، يقلب كده. تمام، ناقص بس ان انا اقف على كل سويتش وادخل اكريت فيلان 10 و20 وادخل الفيلان او البورتات دي في الايه، في الفيلانات دي. برضه لو انت واد ناصح ممكن واحد يقول لي طب يا باشمهندس انا ممكن استخدم واحد فيهم في تي بي سيرفر، خدت بالك يا احمد؟ في تي بي سيرفر وكاريت فيلان 10 و20 عليه والباقي نخليهم كلاينتات وكاريت فيلان 10 و20 يقوم يكريته على كل الناس. يعني لو انت وقفت على ده مثلا تيجوا نعملها؟ نعملها؟ تمام تمام يا باشمهندس. يعني مثلا خلي ده مثلا الفي تي بي سيرفر بتاعه او ده اي واحد فيهم مش هيفرق يعني. وليكن خليني اخلي ده مثلا واقول له يا عم انت انيبل كونف تي، واقول له انت في الفي تي بي دومين اسمك مثلا هنسميه سي سي ان بي يا جماعه، الدومين بتاعنا سي سي ان بي، ونقول له في تي بي مود انت سيرفر، وانا مش محتاج اكتب الكوماند ده لانه اوريدي سيرفر يعني. واجي هنا برضو انيبل كونف تي VTB domain CCNP VTB mode client. ونيجي على احنا خلصنا دول، واجي على الراجل ده برضو استنى برضو كده، لو انا عملت كده عملت له شو ران configuration في تي بي مش باين هنا ليه؟ ماشي، نيجي على الراجل ده نقول له في تي بي دومين سي سي ان بي VTB mount client. عشان الاثنين اللي فوق واجي اقول له راجل طيب في تي بي دومين سي سي ان بي في تي بي مود كلاينت.
انا بقى عايز اكريت فيلان 10 وفيلان 20 وادي لكل واحده اسم، فهقول له يا احمد مثلا فيلان 10 والنيم بتاعها مثلا نسميها مثلا سيلز، ونقول له مثلا في برضه عندي فيلان 20 والنيم مثلا دول الجماعه بتوع الاتش ار. تعال اتفرج انت وقفت على السيرفر عملتها، اقف على اي سويتش تاني منهم وقول له شوف شوف فيلان. مركز معايا كده الكريتو معايا، ولو وقفت هنا برضو شوف فيلان اهو موجودين 10 و20 كريتو. ده بفضل الفي تي بي اللي انت عملته. مش ناقصني بس غير ان انا هدخل على كل انترفيس واحط صاحبنا ده البورت ده المفروض ان هو يبقى في فيلان 10 البورت اسوشيشن بقى بتاعنا. نقول له عن مثلا كونفتي انترفيس فاست 0/1 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان كام 10 بورت 2 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 20 تمام كده. واجي برضو على الراجل ده 1 و2 برضو انترفيس فاست 0/1 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورد اكسس فيلان كام يا احمد 10 سويتش بورد مود اكسس اكسس فيلان 20 حافظنك يا هندسه. اتفضل ما تنساش تسيف الكونفجريشن ده كله، انا صعب قوي ان احنا نعمله من الاول. ما تنساش تسيف الكونفجريشن ده، انا نفسي تقعد تعمل اللاب ده يا احمد لان ده بيعلم. انا هعمله طبعا، انا هسيفه طبعا، لازم اسيف اللاب عشان اكمل عليه لسه شغل تاني. لا مستعين. ماشي يا باشا. ماشي يا باشمهندس. معلش ثانيه، كنت لسه اقول لحضرتك. انا قلت ظبط سويتش بورت مود اكسس اكسس فيلان 20. ايوه الله ينور، انت مصحصح معايا اهو عشان انا برضو يعني ساعات بتسرح مني يعني. سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 10 تمام. نيجي بقى على السويتشات دي، نعمل الانترفيس فيلانز بتاعتنا. طبعا هو مش محتاج ان انا اكريت عليهم الفيلانات لان اوريدي خلاص اتكريتت. اقول له كونفتي، اقول له انترفيس فيلان 10، حط الاي بي ادرس على طول بقى، اي بي ادرس 10.1.10.2 الماسك بتاعي انترفيس فيلان 20 اي بي ادرس 10.1.20.2/24. وبالمره بقى انا هنا بدل ما ارجع له تاني الانترفيس ده كام فاست 0/2 ده عليه اي بي ادرس يا جماعه، هيتعامل معاه ازاي يا تامر؟ هقول له انترفيس فاست 0/2 نو سويتش بورد اي بي ادرس 60.2. نيجي برضو على الراجل المحترم ابن الناس ده ونقول له انترفيس فيلان 10 اي بي ادرس 10.1.10.3 انترفيس فيلان 20 اي بي ادرس 10.1.20.3 والانترفيس ده كام 4 انترفيس فاست 0/4
No switchboard. IP address 50002. والماسكي كام رجالة؟ لسه مين؟ الكور 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 الكور. كونفيتي فاست زيرو سلاش اتنين. انترفيس فاست زيرو سلاش اتنين. نو سويتش بورد. اي بي ادرس 60001. والماسك طب وده فاست زيرو سلاش اربعة. ايوه فاست زيرو سلاش اربعة. نو سويتش بورد. اي بي ادرس 50001. هنغير بس 60 نخليها 50. 100 100. وده انترفيس فاست زيرو سلاش ون. انترفيس فاست زيرو سلاش ون. نو سويتش بورد. اي بي ادرس 70001. طبعا هو محمر او قايد احمر لان بورت الراوتر اللي هنا شوت داون. فنيجي بقى على الراوتر. يلا يا عم راوتر ده كام؟ ده فاست زيرو سلاش زيرو. وده فاست زيرو سلاش ون. فاست ون سلاش زيرو. ماشي خلينا ندخل على نيبل كونفيج تي انترفيس فاست زيرو سلاش زيرو ونشوت داون. اي بي ادرس 70002. والماسك تمام. ونيجي على الراجل ده اللي هو فاست وان سلايس زيرو انترفيس فاست وان سلايس زيرو نو شت داون. اي بي ادرس 41.41.41. والماسك بتاعنا. في حاجة غلط هنا انا عملتها رجالة، ان اللينك الواصل ما بين الراوتر والبي سي او السيرفر ده طبعا لازم بكروس. انا عملته ستريت وعشان كده الدنيا منورتش. فالصح ان انا كنت اجيب كابل كروس واوصل كده تمام. هاجي بقى على السيرفر ده واقول له راجل طيب انت 41 41 41 42. والماسك بتاعك كده. هو مش المفروض يبقى ستريت يا باشمهندس؟ هو مش السيرفر ده يعتبر بي سي برضه؟ ليكوس تقول ايه؟ السيرفر يعتبر بي سي تقريبا ستريت. لا ما اذا كان الطبيعي. لا 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 فاكر انت فاكر الجدول 1 2 لما عملنا الراوتر واحد والبي سي في خانه. ايوه الله عليك. الراوتر والبي سي في خانه والسويتش والهب ده مع ده كروس اصلا. يعني الطبيعي ان هو كروس. صح معلش انا اتلخبطت معلش. ماشي كده الحمد لله. احنا كده صممنا اللاب فهمنا الدنيا في اللاير 2 سويتش. اي يا جماعه مغازي شبكه الجامعه بتتعمل كده، شبكه المطار بتتعمل كده، شبكه المطار عندنا كده برضه. انا ده ستاندرد عالمي كله ماشي عليه. شبكه ال اي وزاره بتتعمل كده، المدارس كمان والمدارس المدارس الكبيره بتتعمل كده. كل الشبكات اللي في الدنيا اللي اي لان هتقابلك هتلاقيها ماشيه بالديزاين ده. اي بنك ماشي كده. فانا هسيف اللاب والله فايل سيف از ونسميه بقى لاير 3 سويتشنج لاب. ماشي كده عم احمد ابو سحلول عشان انت ايه قلت لي سيفه عشان ما نرجعش بقى نعمل الموضوع ده تاني. واحطه كمان يا احمد على سطح المكتب اهو عشان يبقى ايه اهو. وراح فين اهو عشان لو احنا قفلنا دلوقتي يبقى مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. حد يا رجاله طبعا هنكمل شغل بقى باذن الله المره الجايه. هنتفق عليها بقى بعد بس ما اوقف التسجيل. لغايه كده في حد عنده مشاكل؟ الدنيا واضحه؟ كله تمام يا باشمهندس. طيب 100 100. سواء انا بس عندي سؤال. اتفضل. لما بدخل على الانترفيس واقول لها نو سويتش بورد، الحكايه دي بتحصل على لاير 3 سويتش وبتحصل على لاير 2 سويتش،
وانا عايز افهم يعني ايه الحته دي. بص يا سيدي، هو الطبيعي اصلا ان بورت السويتش، الطبيعي ان بورت السويتش هو بورت سويتش، صح كده؟ ده بورت سويتش صح؟ تمام. طيب انا عايز احط اي بي هنا، هو في بورت سويتش بتحط عليه اي بي؟ لا انا تمام. يبقى لازم احوله البورت راوتر. طب احوله البورت راوتر ازاي؟ بالكوماند اللي اسمه نو سويتش بورت. عارف معناه ايه الكوماند ده؟ معناه يا سويتش يا بورت السويتش، انت ما عندكش بورت سويتش، نو سويتش، انت ما عندكش بورت سويتش، يبقى انا بورت ايه؟ لا انت بورت راوتر كده، وبالتالي اقدر احط له اي بي ادرس. طب بالنسبه للاير 2، اللاير 2 ان كان الكوماند ده بيتنفذ عليها فمالوش اي قيمه، لان انا معايا هنا لاير 2 سويتش 2970 فعلا في الحته دي، بدخل عليه هو لاير 2 وادخل على البورت ده مثلا اقول له نو سويتش بورت، حلو او جميل، واجي احط له اي بي ياخد الاي بي، بس هو له عمره عامل راوتنج ولا عامل اي حاجه، فاهمني؟ ملوش اي تاثير. هي ايه الفكره؟ ان انت بتاخد اي بي وكمان بتعمل راوتنج، يعني اللي يمنك تكون بتعمل راوتنج، تيجي تقف على اللاير 2 ده وقبل الكوماند وقبل الاي بي، تيجي تقف عليه عشان تقول له اعمل راوتنج، مفيش. بس ممكن بقى تستخدمه كمانجمنت انك تعمل تلنت عليه عشان تدخل على السويتش. بس تمام ماشي يا رجاله، استاذنكم بس اوقف التصوير. سبحانك اللهم بحمدك، نستغفرك ونتوب اليك، لا اله الا انت، السلام عليكم ورحمه الله.